اهو البيت من بره اهو، ده البوابة، واخدين نصية شارع هم. الجراجين دول اللي على الشمال ده بتاعنا، والبيت متصل مع حد تاني اهو كده، اهو كده اهو. هخش في جنينة، في جنينة تفاح هنا، شجرتين تفاح. التفاح هنا عامل زي بتاع انجلترا، منتشر. طلع عندنا اكتر من 200 نوع. كل ده في المدخل، وده الباب الرئيسي اهو، وبنجيله بعدين. وهنا الجناين، البيت اهو من الجنب. كل دوت لغاية فوق اهو، تروح الجناين اللي ورا. وده شجرة التفاح اهي، على احسن يطلع عليها بقى ولا حاجة من الحاجات بنت الوسخة دي. حسب ده يعني. ودول ودي الشجرة التانية اهي، فدي الجنينة التانية. وادي منظره من على الجنب كده، وادي ظهر المبنى اهو، الظهر بتاع البيت اهو، هو ده الظهر اهو. والجيران قاعدين، فمش هنخش نغلس عليهم.